أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا إلى ملعب ستوك، ما كان يسمى سابقا بريتانيا ستاديوم، مجراة مباراة ستوك سيتي أمام فريق ليفربول في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم التي تلعب في وسط الأسبوع بين البارحة واليوم. ليفربول في تنقل صعب لمواجهة نادي ستوك صاحب المركز 15، الصعب المنال بقيادة بيتر كروش اليوم في وضعية قلب هجوم ولاعب أساسي بعد أن هناك كرة خطيرة لتشامبرلين، التوزيع القائمة الثاني وبين أحمد محتفظ بالكرة الهولندي راح صاني متسلل، تسلل واضح كان تقريبا من أنه يهرب من فخ التسلل لاعب ساديو ماني صاحب 3 أهداف هذا الموسم. توزيع أولا فازت الخطورة بابا بابا جالو ساديو ماني ببراعة يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 17 من عمر المباراة. دفاع ستوك سيتي تفوق معتقدا بأن ماني كان في وضع التسلل لكنه لا، السنغالي خلف المدافعين سجل هدف في كرة بعيدة الأمام بالراس فيرمينو لم يقدر تشامبرلين على مرتين، الحارس لي جرانت يستفيد من هذه الكرة. دان ميرام ديوف با 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 برايا وشاكيري مرة ثانية، لو مرت تلك التجديدة يا فليتشير، لو مرت تلك التسديده لكانت في المرمى وكانت صعبه على الحارس. خلفك يا مورينو، شاكيري مازال يرفع كوره خطيره ومينيو، جدار متكون من 10 لاعبين تقريبا، شاكيري سريع ساديو ماني 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 ساديو ماني والقائم ينوب عن الحارس لي جرانت كادي. إمريجان يبحث عن الثغرة يسدد ولكنها بعيدة، الكرة راحت جانبية وخرجت. الدقيقة الإضافية التي احتسبها حكم المباراة انتهت، سيصفر كرة مورينو يعاني، شاكر يرفع كرة بعيدة مرام بوبا بابا برايا كاد يفعلها جو ألن ويعتر النتيجة لفريق ستوك. جو ألن تشامبرلين في تنفيذ هذا لفليتشر، فليتشر في التنفيذ يرفع كرة هائلة ومينيون بقوة، التسديدة الدفاع وما زال الخطورة بالراس. الحكم يقول ضربة مرمى، في انجلترا لكي يعطيك ضربة جزاء يجب أن تسيل الدماء، طبعا هو وصف مجازي حبيت نقول يجب حيث ترجعها والله انصر عليه صاني صاني وكرة خطيرة صاني ترجع له مرة ثانية، مينار يتقدم مينار مينار تفوق ساديو ماني يبحث عن المرور ماني ماني وبابا صلاح بابا جول، يا سلام عليك يا محمد يا صلاح، جول عالمي يا سلام في منتهى الروعة فعلها المصري محمد صلاح على الطاير مثل ما جاءت، صارت هذه الأهداف من اختصاص محمد صلاح، حطها في الزاوية 90 ببراعة وينقلب عن صلاح صلاح بابا 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 با جول 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 جول، ثنائية من أروع ما يكون من محمد صلاح، دخل المنقذ ففعلها محمد صلاح وصار هداف الدوري.